يقول عبد الله: كيف أفرق بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الله وأقوال التي هي باجتهاد منه؟ هل هناك تفريق في هذه ما بين يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يختم جميعا بخير ونجعل من أهل الخير ونجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير، وأن يزيدنا جميعا علما وعملا وتوفيقا ورشادا وسدادا وسعادة في أمر الدارين، إنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. أخي ياسر، كل ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم الأصل فيه إيش؟ التشريع، من أقوال وأفعال وتقارير منه صلى الله عليه وسلم. بمعنى كل ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم، سواء كان على هيئة فعل أو كان ذلك قولا أو تقريرا، فالأصل فيه إيش؟ التشريع، وأنه يقتدى فيه بذلك الفعل أو ذلك القول أو ذلك التقرير، إلا ما كان ذلك من ماذا؟ من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إذا أتى المخصص أن ذلك الفعل أو ذلك القول أو ذلك التقرير خاص به صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نأخذ بمقتضى ذلك الدليل، وإلا فالأصل أن أفعاله وتقريراته وأقواله صلى الله عليه وسلم هي تشريع له ولعموم أمته من بعده صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان من قبيل ماذا؟ العادات. أخي ياسر، العادات الذي اعتاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما هي من قبيل عادات قومه وأهله وزمانه، فكذلك ليست من قبيل التشريع. الخلاصة أخي ياسر أن الأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته كلها تشريع وهدي منه صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده، إلا ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم ودل دليل صحيح على تخصيصه بذلك الفعل أو ذلك القول أو ذلك التقرير، أو ما كان من قبيل ماذا؟ العادات التي اعتادها صلى الله عليه وسلم، من قبيل العادات التي اعتاد عليها في زمانه واعتاد عليه أهل زمانه في ذلك الزمان. وإلا في الأصل أن كل ما يصل عنه صلى الله عليه وسلم هو تشريع الحقيقة، فلا يقال بأن هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أو هذا وحي، فالأصل أنه وحي وتشريع، إن هو إلا وحي يوحى الحقيقة. ولذلك يعني ينبغي أن نصدر عنه صلى الله عليه وسلم في كل شيء يصدر عنه إلا ما جاء الدليل بتخصيصه به صلى الله عليه وسلم أو ما كان من قبيل العادات. واعلم أو ليعلم جميع المسلمين أو جميع عموم المسلمين بأن ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الصواب، وعصم صلى الله عليه وسلم فهو معصوم فيما يبلغ عن ربه جل وعلا. ولذلك كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم وحي إلا ما استثني في الحالتين السابقتين. نعم. فلا يقال أخي ياسر بأن هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على أمر خطأ كان ذلك من قبيل ماذا؟ الوحي يا أخي ياسر، بل هو معصوم في ذلك، ومتى ما صدر منه ما صدر من الخطأ فإنه يقوم صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حادثة تحريم العسل، إنما قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرر ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فقوم في هذا. أيضا عندما عبس صلى الله عليه وسلم وتولى عن ابن مكتوم في مطلع سورة العبسة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، لم يقطع يصلب عصيا من الخطأ فيما يبلغ عن الله عز وجل. فالأصل في أفعاله وتقريراته وقال إنها تشريع إلا ما كان من قبيل العادات أو دل الدليل على تخصيصه به صلى الله عليه وسلم دون عموم أمته. أحسنتم شيخنا.